ثم يا أخي، هل تقولون عن أنفسكم بأنكم أرباب المعقولات، وبعضكم يمارس السحر ويصنف في السحر، ها، ويقوم بالشعوذة، بل يجعل تعليم السحر واجبا؟ الخطيب الرازي، ونحن نسأل الله أن يكون قد تاب من ذلك، ابن الخطيب الرازي صنف كتاب في السحر اسمه الحكم العلائي، وصنف كتاب في السحر اسمه السر المكتوم في مخاطبة الكواكب والنجوم، الذي هو ثابت يقينا وقطعا لابن الخطيب الرازي. الفخر الرازي في دراسة جميلة جدا اسمها الفخر الرازي وآراه الكلامية لمحمد صالح الزركان، أنصح الجميع بمطالعتها. الفخر الرازي قطع بنسبة الكتاب، بنسبة الكتاب لنفسه في 3 كتب، وأنا نشرت المواضع في قناتي على التليجرام. الموضع الأول، قال الفخر الرازي في الملخص: الكلام المستقصى فيه، يقصد في السحر، مذكور في كتابنا الذي سميناه بالسر المكتوم. وقال في شرح الإشارات: ثم ارجع إلى السر المكتوم إن كنت راغبا في التحقيق. وقال في شرح عيون الحكمة: إن أحوال هذا العالم تختلف بحسب اختلاف أحوال الشمس، فقد استقصينا فيه في المقالة الأولى من السر المكتوم. خلاص، الدكتور محمد صالح الزركان يقول: وقد اطلعت على هذا الكتاب في مكتبة الأوقاف بحلب، فوجدت أسلوب الرازي وتعبيراته جلية ظاهرة. يقول الرازي في مقدمة كتابه السر المكتوم: أما بعد، فهذا كتاب تجمع فيه ملخص ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات، اسمع، والعزائم ودعوة الكواكب. دعوة الكواكب من دون الله، من دون الله. وصنف كتاب في السحر اسمه الحكم العلائية أيضا. لكن ربما رجل يقول: هات نص آخر عندك، آخر ما صنف الرازي ومات قبل أن يكمله المطالب العالية في العلم الإلهي، يقول: إن الوقوف على هذا الفعل التام والكمال صعب، سحر، إلا أن العقلاء اتفقوا على أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فهذا العلم وإن كان صعب المرام من هذه الوجوه، إلا أن الاستقراء يدل على حصول النفع العظيم منه، يعني من السحر يا مولانا. خلاص، يقول: من السحر. إذن الرازي يقول بأن السحر مفيد ونافع وأنه علم عظيم. واحد يقول: ما يمكن بصنف في السحر من باب استعراض القوة العلمية؟ نقول لك يا مولانا بأن الرازي نفسه مارس السحر، يعني الرجل كان بيعمل شعوذة وسحر. اسمع بقى كده، وعاوزك تركز وبدون تعصب كده يا مولانا في السر المكتوم. يقول في النص التالي: الطريق الثامن، نسخة قوية مجربة تعقد اللسان وتزعزع المحبة في القلب. قال ها، يقول الرازي: جربتها 100 مرة سحر، فما رأيت إلا الإصابة. إيه هي النسخة يا عم الرازي؟ يقول لك إيه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، كاف هاء عين صاد، طه تصيم ميم، ألف لام ميم، ياسين صاد، حاميم، عين سين قاف، نون، قد عقدت لسان فلان ابن فلانة. سحر يا مولانا. 7 سنين و7 أشهر و7 ليال و7 لحظات و7 لمحات. ثم قال: يا شميخة، يا شمخسة، يا سوحو ثو، يا تحوثو، يا سحثوسو، ما نعرفش والله، ما نعرف نطق الكلام. ثم تكتب هذه الصورة 7، ثم تدفن في حفرة في دار المعقود عليه. يعني بعرفك تعمل السحر ازاي لو انت عاوز تزعزع المحبة في قلب فلان، او تعقد لسانه وتقول: يا سوسو، يا حسوسو، يا شميخة، يا مش عارف ايه. ده غلب علي جمعة، ده غلب علي جمعة يا اخو، ده الراجل اهو، اهو يا حلو، يا شمخيسة، يا سحوسو، ها، يا سحسوسة، يا مش عارف ايه. هذا يا مولانا، ده مين يا مولانا؟ محمد صالح الزركان بيقول ايه: هذا وقد قام الرازي في تنظيم السحر وتبويبه بمجهودات لا يحمد عليها. الرازي بيقول في المطالب العالية آخر مصنفاته قبل موته بأشهر، يقول: اعلم أن ما رأينا إنسانا عنده من هذا العلم السحر شيء معتبر، وما رأينا كتابا مشتملا على أصول المعتبرة في هذا الباب، إلا أن لما تأملنا كثيرا حصلنا فيه أصولا وجملا، فمن جاء بعدنا وفاز بالفوائد والزوائد في هذا الباب فليكن شاكرا، حيث رتبنا له هذه الأصول المضبوطة والقواعد المعلومة. قال الزركان، يقول:
النص ده يا مولانا في المطالب العالية في الجزء الثاني تقريبا 451، يقول: وإذا علمنا أن الرازي توفي بعد كتابة هذا النص بأشهر معدودة لاستولى علينا الأسف، لاستولى علينا الأسف. الرازي بيقول بأن السحرة والمشعوذة والزنادقة ينقلون من كتاب السر المكتوم، قال: حتى إن السحرة ينقلون عنه كثيرا. الرازي في تفسيره أيضا يقول: العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك. ده يبدو أنه قاعد مع نفسه في حجرة واتفق مع نفسه. من هم المحققون الذين قالوا بمثل قولك أيها الرجل المنحرف عن كتاب الله وعن سنة رسوله؟ ثم قال: فهذا يقتضي، ده مش بس صنف في السحر ولا مارس السحر ولا صار مرجعا للسحرة ينقلون عنه، بل قال بأن السحر غير قبيح ولا محظور، بل جعله إيه؟ مش مباحا، جعله فرضا وواجبا. قال في التفسير ما نصه: فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا؟ الله 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 عليك، الله عليك يا باشي،